أهلا بكم مرة تانية ونظرة مفصلة على أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار، وكل سنة وحضرتك طيبة. رمضان كريم. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير يا رب، والله أكرم على الجميع ورمضان كريم على الجميع يا رب. طمنينا بقى، أخبار الطقس إيه النهاردة؟ احنا طبعا اليوم مع اول يوم رمضان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، وده بسبب تاثرنا بمصادر كتل هوائيه صحراويه، فبتؤدي لارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، لكن في وجود سحب منخفضه ومتوسطه وايضا عاليه هتحجب جزء من اشعه الشمس، فمش هتساعد على الارتفاع الكبير في درجات الحراره، عشان كده احنا بنقول ارتفاع طفيف في درجات الحراره. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع ما بين 26 و27 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي خلال فترة النهار هنحس بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، جنوب سيناء وشمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء نقدر نقول مائلة للحرارة الحارة في جنوب الصعيد، ده خلال فترات النهار. نأكد أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في اختلاف بين فترة النهار وفترة الليل. صغرى فترة الليل بتكون ما بين 15 و16 درجة مئوية، هتظل فترات الليل أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية بالفعل، وهنا هنحذر لأن احنا كلنا بنحب نخرج بعد الفطار وبنصلي تراويح بره البيت. أنا كنت لسه هسأل حضرتك، لأن الناس عادة بعد الفطار بتنطلق بقى، ويعني ممكن اوقات متاخره من الليل الناس اللي بتحب تتسحر بره، فكده بالليل الجو هيكون شويه مائل للبروده النهارده. بالظبط، اجواء فتره الليل هتكون اجواء بارده على اغلب المحافظات، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، فاحنا حتى لو خففنا الملابس فتره النهار لازم فترات الليل نحافظ على الملابس الشتويه، يكون معانا قطعه ملابس اضافيه نرتديها لو حسينا اكتر بانخفاض درجات الحراره. كمان اليوم مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على اغلب محافظات الجمهوريه في فرص لسقوط الامطار، الامطار اليوم امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه على بعض المناطق من السواحل الشماليه. النهارده يا دكتور منار الامطار ولا بكره؟ لا الامطار اليوم وفي بكره كمان، بس امطار اليوم هتكون امطار خفيفه المتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفه لبعض المناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص امطار خفيفه ايضا للقاهره الكبرى، لكن كل امطار اليوم امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. متوقع ان بكره ان شاء الله الجمعه، خاصه من مساء يوم الجمعه، تكون في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، لان هيكون عندنا تقلبات جويه واضحه خاصه في سقوط الامطار، لان هنتاثر بامتداد منخفض البحر الاحمر او امتداد منخفض السوداني الموسمي، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فهيكون في امطار متفاوته الشده ورعديه على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى. يعني اجواء شتويه يوم الجمعه، دي الجمعه والسبت يا دكتوره منار ولا الجمعه بس؟ الاجواء الشتويه اكتر هتبقى السبت، لان يوم الجمعه هتكون درجات الحراره لسه ما انخفضتش، يعني احنا متوقع غدا الجمعه ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى 25 درجه مئويه، الامطار تبدا على السواحل الغربيه امطار ما بين المتوسط والغزير، تبدا مع فترات الليل تتقدم للقاهره الكبرى ان شاء الله ومحافظات الوجه البحري، وهتستمر معانا يوم السبت وتشمل بقى المحافظات الشرقيه اللي في شرق جمهوريه مصر العربيه، الامطار ما بين المتوسط والغزير والرعدي الجمعه والسبت، يعني هتبقى الجمعه مساء الجمعه الجمعه بالليل يمكن احنا نحس بيها في القاهره الكبرى او المحافظات الداخليه، الجمعه بالليل حتى مساء يوم السبت ان شاء الله، فناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق، لان كميات الامطار زي ما بنقول ما بين المتوسط والغزير، فممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق بسبب طبعا سقوط الامطار او انزلاق العجلات، فمهم جدا ناخد بالنا. ممكن الامطار نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في سيناء تؤدي لتشكل بعض السيول، مهم جدا ناخد بالنا ونتابع النشره الجويه. مع يوم السبت هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره،
العظمى على القاهره الكبرى هتكون 20 درجه مئويه، هيكون كمان في نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، ففي تقلبات جويه مدتها 48 ساعه جمعه وسبت ان شاء الله ناخد منها، ان شاء الله يكون في تحسن من يوم الاحد القادم باذن الله. ان شاء الله يا دكتوره منار. بنشكرك دكتوره منار عضو منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. درجة الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى 27 والصغرى 16، أما في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى هتكون 25 والصغرى 14، أما في العلمين الجديدة فالعظمى 25 والصغرى 15. لو روحنا لمطروح هنلاقي درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14، أما في دمياط فالعظمى 21 والصغرى 15، في بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14، وفي الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 14. نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 13، وفي العريش درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 9، أما في طابة فدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14، في حلايب العظمى 24 والصغرى 16، أما في شلاتين فالعظمى 27 والصغرى 17، في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16، وفي الغردقة العظمى 26 والصغرى 14، في الفيوم العظمى 28 والصغرى 13، وفي بني سويف العظمى 29 والصغرى 12، أما في الوادي الجديد فالعظمى 34 ولكن الصغرى 15، في أسيوط درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12، وفي سوهاج العظمى 31 والصغرى 13، وفي قنا العظمى 31 والصغرى 13، في الأقصر العظمى 30 والصغرى 14، وفي أسوان الحرارة العظمى 31 والصغرى هتكون 16. كده تكون انتهت نشرتنا الجوية المفصلة، وزي ما حضراتكم تابعتوا مع دكتورة منار غانم النهاردة الظهر الأجواء هتكون حارة، بالليل مائلة للبرودة، بكرة وبعده أجواء شتوية وفي أمطار، فنخلي بالنا وخليكم معانا عشان هنرجع تاني لمصطفى ومنا واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية مصطفى ومنا. شكرا ليك يا هلا. شكرا يا هلا.